أهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت زميطة وغادي نقول لكم التحضير ديالها مثلا كيف كيكون. وهذه تكون معروفة، يعني تاكل مع الزيت، يعني شوية الزيت شوية الملح وهذا مع الماء. المهم غادي نقول التحضير ديالها وكيف كتحضر، كيف كتدير باش كيديروها. إذا غادي نقولها، غادي تكون عندنا زميطة واجدة ديجا بالحبوب هذا، من بعد حتى لاخر الفيديو غادي نقولها. اذا غادي تكون عندنا زميطه هكذا، يعني غبره الدقيق ديالها، ونديروها شويه مع الملح وشويه مع الزيت وشويه مع الماء ساخن. اذا انا مثلا درت هذه 3 نتاع المعالق كبارات، وندير فيهم شويه الزيت. نقدروا نديروا نخلطوا الاول الزيت مع الماء غير باش نبينوا هكذا وصافي. نقدروا نديروا الزيت مع الماء وشويه الملح، وعاد في التالي نبقاو نديروا هذيك زميطه، نبقاو نديروها نفرغوها تما في هذا في على هذاك الماء وهكذا. المهم انا غير باش نبينوا صافي هكذا. المهم ديك زميطه نخلطوها مع شويه زيت الزيتون، ومن بعد شويه الملح، ونديروا عليها الماء مثلا هكذا، الماء حامي ساخن ساخن وهكذا. ونخلطوها حتى تكون شوية قاسحة، ما تكونش قاسحة بزاف، مهم شوية. مهم تقدروا هكذا ديروها، نقدروا ناكلها بمعلقة أو لا كويرات أو لا كيف ما نعرفوا، وهكذا تاكل مع لاتاي. وحتى نقدروا ناكلوها حتى مع ياغور، مزيانة للإمساك وصحية لأن فيها الألياف وهكذا. مهم أنا غادي نشربوها مع أتاي، أنا كتعجبني نشربها مع أتاي حسن مزيانة وهكذا. وغادي نقول لكم الطريقه كيف كنت يعني كي كيديروا لها نيشان، كيف كيديروا لها. انا يا كنت درتها مثلا العام اللي فات، هذه الزميطه هذه اللي دابا اللي كليتها، هذه ماشي انا اللي درتها، هذه الوالده ديالي صفتها لي، شكرا للوالده صفتها لي. من بعد هذه، اذا كانوا بكري كانوا يطحنوها غير بالريحان تاع بكري وصافي تاع اليد. اما الان فالحمد لله كيديروها بالهذا بالطحانه اللي كتكون في كتكون في يعني في الشارع اللي كتكون تما. اذا هو غادي نقول لكم كي كيديروها. الحبوب كتكون ما تكونش يابسه يابسه، كتكون عامره وكتمشي شويه اليبوس ولكن ماشي يابسه، لان الا كانت يابسه غادي تعطي واحد المذاق مذاق اخر. هكذا خاص يكون معامرين مزيان مزيان، يمشيو اليوبس ولكن ماشي يابس يابس، لا، لان يابس غادي يمشي له ديك المذاق تاع الزميطه ديالو، كيمشي بحال يكون حاجه واحده اخرى، واحد المذاق اخر. فياخذوا هكذا غير هكذا الحبوب يكونوا عامرين مزيان وهكذا، ولكن غير تاع الزرع الشعير ماشي القمح. وهكذا كيكون مثلا هذاك راه شويه هكذا، ولكن الا كان يابس بزاف لا. هكذا ياخدوه من بعد. وينو انا كنت درتها العام اللي فات، جربت بعدها ودرت زميطه. باش درتها بدوك الحبوب كيكونوا عامرين، نقلعوا دوك الحبوب كلهم ونقلعوهم ديك الشعيرات اللي فيهم، وكتكون غير حبه وصافي. يعني يكون غير حبه بوحدها. وهذوك الحبوب كي غادي يديروا، غادي تقلعوا دوك القشور كلهم، يعني ماشي القشور يعني هذيك الشعيرات، ويبقاو غير حبوب. اذا فيتفوروا، ملي فورتها كيتفوروا، ومن بعد ملي غادي يبسوا شويه وصافي، من بعد غادي تقلاو يتحمصوا وكي يكون درت عليهم النقطه. من بعد ملي غادي يكون عليهم هذاك يتحمصوا صافي، تما غادي يتطحنوا ويتغربلوا صافي، تبقى زميطه. وهذيك هي زميطه، نقدروا ناكلوها مع لاتاي او لا مع هذا. احنا كنقولوا لها زميطه راه ماشي سلو، هذا هو هذا الحبوب. وكتاكل كما قلت لكم هكذا، درتها شويه مع الماء شويه الزيت شويه الملح وهكذا، وتخلط حتى تكون هكذا. وناكلها انا كتعجبني مع لاتاي وهكذا. ونقدروا حتى ناكلوها حتى مع يوغور، لان اذا كان الواحد الا كان يعني هي ضد الامساك مزيان، لان فيها الالياف ومزيانه وطبيعيه وهكذا. نقدروا نخلطوا معلقه او زوج على حسب، ولا ثلاثه كاع صغيرات في اليوغور، نخلطوه مزيان مزيان وناكلوه هكذاك. هذا كيكون ضد الامساك مثلا وهكذا. وهذه هي الزميطه، يعني قلت لكم الطريقه كيف درت لها، كيف كيديروا لها عامه. ها
هذا غير جربت انا العام اللي فات، جربت قلت يلا نجرب شويه وهكذا. كتكون زميطه، هذا ماشي سلو، ما كيكونش حلو، لا احنا كنقولوا لها زميطه. وهكذا كتكون. وشكرا لاشتراككم بقناتي، شكرا للمشاهده.